إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيت نشارككم في هذا الفيديو كيفية مراسلة الطلاب أو الطلاب يراسلون الأساتذة، بمعنى كيفية إنشاء الرسالة والتواصل مع الآخرين في منصة مودل التعليمية للتعليم الإلكتروني. ندخل للتطبيق، تطبيق مودل. فنجد في أسفل هذا الزر، نضغط عليه. هنا تأتينا هذه الواجهة في التطبيق. البحث عن جهة اتصال، بمعنى نبحث عن أي شخص، نضغط على زر البحث، ندخل اسم الشخص، نقوم بالبحث عليه. مثلا هذا الشخص، فنقوم بالضغط على هذا الزر ثم نكتب رسالة هنا إلى هذا الشخص. نضغط على إرسال. نضغط هذا الزر، نقوم بالإعدادات. لقبول الرسائل عندنا خيارين. الخيار الأول My contacts only، جهات اتصالي فقط، نختار هذا، أو جهات اتصالي وأي شخص آخر في المنصة. جهات اتصالي أو أي شخص في مقاييسي إذا كنت أنا كأستاذ. تفضيلات الإشعار، إذا جاءني إشعار أو رسالة أو أرسلت رسالة، فهل يمكن أن تكون هناك نسخة في البريد الإلكتروني؟ إذا جاءتني رسالة فيأتيني إشعار إلى بريد إلكتروني، نختار بهذا الشكل. وهنا نختار هذا الشكل Use Enter to Send. هذه بالنسبة للإعدادات، إعدادات الرسائل. عندنا جهات الاتصال، ما هي الإشعارات التي جاءتني. نرى أن هناك لدي إشعار بجهة اتصال، نضغط عليه. إذن هذه جهات الاتصال التي لدي. إذا ضغطت على جهة اتصال معينة، وليكن هذا الشخص، نجد هذه المحادثة التي دارت بيننا، الرسائل التي أرسلتها وأرسلت إلي. حبيت نكتب له رسالة، ما علي أن نضغط هنا ونكتب رسالة. هكذا هذه بالنسبة لجهات الاتصال. بالنسبة للإشعارات التي وصلتني، لدي هنا هذا الإشعار. إذن هذا الشخص، إذن هذا الشخص أريد أن نقبل له التواصل، أقبل التواصل معه. أريد أن أعرف ما هو. إذن هذا الشخص المستخدم، أقبل التواصل معه عن طريق الضغط على هذا الزر. نضيف لجهات اتصال. إذا كنت منضما لمجموعة من المجموعات فهنا أضغط هنا، وأنا لست منضما لأي مجموعة. هنا الخاص، جميع الرسائل التي أرسلت وأدرجت في الخاص. نضغط على العودة إلى صفحة المقرر لوحة التحكم وصفحة الموقع في تطبيق مودل للتعليم الإلكتروني. شكرا لكم أعزائي الطلبة والأساتذة، وتحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.